تجريش ورا المسميات دي مطلقه، ودي جماعيه، ودي كمان يعني انا بجري ورا الدور زي ما قلت، بجري ورا الدور اللي يستفزني، الدور اللي بيقول حاجه، لكن ده جماعي وده مطلق والجو ده ماليش فيه. الناس بتقيم وترتب على حسب ما بتشوف، لان انا اعتقد في دم الغزاله كنت رقم 7 خلاص، تتر واسمه وافيش وكده. الناس لما شافت الفيلم ليها ترتيب اخر، فكل عمل، لكن مش ده معنى كده ان انت تبقي مهمله يعني. لا، انت ليكي برضو وضعك وليكي اسمك كده، لكن وبرضو في نفس السياق من الذكاء برضو ان الواحد يعني اخذ خطوه برضو لازم يحافظ عليها، انت فاهماني؟ ما يعملش اي حاجه، ودي على طول دي سياستي، انا ما بعملش اي حاجه، انا احب اعمل حاجه اللي تحترم عقليه المشاهد. اكتر جمله بسمعها من الناس في الشارع في كل مكان، ان احنا بنحبك لانك ممثل محترم، احنا بنحبك لانك واحد مننا، احنا بنحبك لانك حد من العيله. لا، ما بنساش دايما يعني موقف غريب شويه، كان في حد في الشارع وقفني يعني، من قطاع القهوه وفي عم يتفرج كده وبتاع في شارع السودان جنبه كان في القدس. فانا دايما يعني بالليل كده ايه مع نفسي احب ان انا اضرب شويه فول كده حلوين سخنين كده. فبعدين انا واحد جنبي سواق، انت بتاكل فول زينا؟ قلت له انا باكل فول زينا. ايه ده انت واقف في الشارع كده؟ قلت له انا واقف في الشارع كده. ايوه انت محمود عمون؟ قلت له انا محمود عمون. فكان قال لي ده هو ده احساسي بيك انت، يعني هو ده انا حاسس كده، انت كده. قال لي انا حاسس انك اخويا ابن عمي، انت عارف لو انا عندي مشوار، والدتي ولا اختي مش عارف رايحه فين، وانا لازم اروح عشان دور مهم، انا اقول لك روح وصل والدتي، روح يعني. انا حاسس انك ده احساس الناس بيا.